نعم اتفضل. الواحد لما هو بيدعي ما بقاش عارف ده خير ولا شر، فبيدعي وساعات بينزل عليه حال ان هو بيلح في الدعاء، وممكن يقعد فترة الدعاء ما يجيش، بس هو بيلح الحال نزل عليه ان هو يلح، هل يفضل يدعي ولا يوقف يفضل اصلا؟ يدعي اي مع الرضا والتسليم. الحل بتاعها هو الرضا والتسليم، لأنه هنا في الحالة بتاعتك دي هو مش عارف، هو بيدعو ومش عارف إيه حكمة التأخير، ثم بعد ذلك تظهر له هذه الحكمة ويظهر أن الخير فيما اختار الله، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، كما قيل يعني في الحكم. نعم. دي يعني ايه ذكر الله؟